السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعي مؤسسة النظام الطاقي، أهلا بكم معكم سواح. حلقة جديدة من حلقاتنا على اليوتيوب، وتعتبر من أهم الحلقات اللي أنا أدعوك أنك أنت تركز فيها حتى آخرها، لأنها تفرق معاك جدا جدا جدا. طيب برحب بيك، ولو انت جديد معانا اهلا وسهلا بيك، عضو جديد في أسرة النظام الطاقي، سجل اشتراكك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد بننشره. الحلقة دي هنتكلم فيها عن فكرة الله اكبر، وزي ما هو عنوان الحلقة كده، هل الله اكبر ام اصغر؟ ممكن تتخض من العنوان، لكن لما هتركز هتفهم المقصود، وهتعرف هل فعلا انت جواك الله اكبر ام اصغر. هتعرف فعلا وحقيقة الله اكبر جواك ام اصغر، مش ترديد ولفظ، مش كلام، هتعرف الحقيقة اللي تغير فيك او تعرفك فين الخلل اللي جواك. هل الله اكبر ام اصغر؟ دي تعرفها ازاي؟ فكرة الله أكبر الأول يعني الله أكبر من أي شيء أنت ممكن تتخيله. فكرة الله أكبر يعني الله أكبر من همك، الله أكبر من حلمك، الله أكبر من مرضك، من يأسك، الله أكبر من طلبك، الله أكبر من احتياجك، الله أكبر من مشكلتك، يعني الله أكبر من كل شيء تتخيله. طيب ده معناه ايه؟ معناه انك انت لو عندك مشكلة او لو عندك هم او لو عندك مرض، محتاج انك انت تسأل نفسك السؤال ده، هل الله اكبر ام اصغر، وتجاوب عليه بكل صراحة، عشان اللي هتكتشفه جواك هيكون هو ده الضوء اللي انت بناء عليه تبتدي تغير او تتحرك. اللي هتكتشفه جواك هتفهم ليه انت وقعت في مشكلة، او ليه انت وقعت في ازمة، او ليه انت جالك مرض، والى اخره. طيب الله اكبر ام اصغر يعني احنا كلنا طول اليوم الله اكبر في الصلاة، الله اكبر لو شفت حاجة، الله اكبر، ترديد ترديد ترديد، لكنك مش بتستشعرها، مش فاهمها. الدليل على انك مش فاهمها انك انت ممكن تكون مصغر ربنا جواك قوي قوي قوي، لدرجة انك انت تخاف. وطالما ان انت خفت من شيء، يبقى الله اصغر جواك، لانه لو هو اكبر جواك عمرك ما هتخاف، خلاص هو موجود واكبر من كل ده، اكبر من مخاوفك. معنى انك انت تكون يائس من حياتك، او الاقي حد بيكلمني يقول لي انا يأست وبفكر في الانتحار، او بفكر في كذا، او بفكر في كذا، معناه ان الله اصغر، ان انت صغرت ربك جواك. لانه لو انت كبرت ربك جواك، لانه كبير متعال، عمرك ما هتيأس. معنى ان الله تكتشف ان هو اصغر جواك، معناه ان انت ما بيبقاش عندك امل في دعوتك، في حلمك، في طلبك، في امنيتك، في هدفك. لانك لو فهمت ان الله اكبر هتدعوه بمقدره هو مش بمقدرك انت، هتطلب منه بمقداره هو مش بمقدارك انت. ولو جيت تطلب بمقداره هو استحالة تحدي الطلب. ممكن تسأله النصر، تسأله الفتح، تسأله الرزق، لكنك تيجي تقول له انا مش عايز بس يعني حتة العربية الصغيرة دي امشي بها حالي، هو مش بتاع كده، لانك انت كده بتصغره. ده انا بس يعني لو تعديني من الازمة دي انا مش عارف ايه. لا، هو اكبر من كده بكتير، هو يعديك من ازمات مش من ازمة، هو يفتح لك ابواب مش باب، هو يشفيك وينجيك ويحميك وينصرك ويهديك ويبارك فيك، هو يعمل كل ده وهو عليه هين، هو موجود فيك وجواك، هو شايف وعارف وحاسس، هو قريب منك للدرجة اللي يعرف فيها ومطلع فيها، انت شايفه كبير قوي فعلا باحساسك وشعورك، فعلا بعقلك بفكرك، ولا انت بكل الحاجات اللي احنا قلنا عليها والحواس دي شايفه صغير قوي جواك، لكن لفظا بتقول الله اكبر. الله اكبر يعني عمرك ما هتخاف على حد ولا هتخاف من حد. الله اكبر
يعني مفيش حلم هتستصعبه، مفيش هدف هتستتقله وتستكبره انه ممكن يحصل ولا لا. الله اكبر يعني بتكبيرك لله عرفت قيمتك، وعرفت ان ذنبك اللي انت عملته ممكن يكون خوفك ورعبك، ويا ترى هيحصل لي ايه وهيعمل فيا ايه، و و و تبقى عارف انه اصغر بكتير قوي، ذنبك محدود، عملته في مكان ما وفي وقت زمني او ساعة معينة واضحة، وعملت فعل واضح، يعني الذنب محدود والزمن محدود والمكان محدود، وهو رحمته غير محدودة، ورحمتي وسعت كل شيء. فمعنى ان الله اكبر يعني الله اكبر من ذنبك، الله اكبر من انه يعاقبك طالما انت عارف انه هو اكبر. والله الله اكبر من انه يعاقبك طالما انت عارف جواك ومتأكد ان هو اكبر. والله الله اكبر من انه يعاقبك لانك انت تأكدت وعرفت ان هو اكبر. ولما تعرف ان هو اكبر مش هتمشي كتير في الذنب، هتقف، مش هتستمر فيه، هترجع له، هترجع له محبة واستسلام وتسليم، هترجع له الجوء وخضوع، هترجع له النصرك، هترجع له انه يفتح لك، هترجع له انه يكرمك، هترجع له انه يهديك، هترجع له لما تحس فقط انه هو اكبر. نقول تاني، الله اكبر من مشاكلك، من احتياجك، الله اكبر من دعائك، الله اكبر من هدفك، الله اكبر من امنياتك، الله اكبر من كل حالة انت فيها الان. ركز، حاجة بسيطة او ممكن انك انت تعملها، شوف نفسك الان انت جالس فين؟ جالس مثلا في سيارتك، واقف في شارع معين، الشارع ده في مدينة، المدينة دي تابعة لدولة او تابعة لمحافظة، المحافظة دي تابعة لدولة، الدولة دي تابعة القارة، القارة دي تابعة من يعني تعتبر من احدى قارات كوكب الارض، الكوكب ده كوكب من ضمن كواكب في مجرة درب التبانة اللي هي اصلا في بلايين المجرات لسه معرفناش او مش عارفين نوصل لها. فاللي خلق ده كل ده لازم تبقى عارف ان هو اكبر. اللي خلق كل ده، المجرات دي كلها بالكواكب اللي فيها، بالاكوان دي كلها، بالحيوات دي كلها، بتصغروا قوي 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 عشان خطأك، بتصغروا قوي 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 قوي، وشايف انه شغال عندك فهينتقم لك من فلان، وهينتقم لك من علان اللي اذاك، اللي انت مش فاهم هو اذاك ليه ولا فهمت الرسالة من اي حاجة بتحصل لك في حياتك. عظم ربك واسأل نفسك السؤال ده، هل فعلا جوايا الله اكبر ولا اصغر؟ وقتها هتعرف كل حاجة حصلت لك حصلت لك ليه، وقتها هتعرف الطريق الوحيد لخروجك من دايرتك ودخولك دايرة جديدة هو ايه. فقط افهم الله اكبر جوايا ولا اصغر. نلتقي على خير في حلقات كتير قادمة. لو حابب انك تتواصل معنا للاستشارات او للحصول على اي من الجلسات الخاصة او الكورسات، تقدر تتواصل عبر واتساب اللي ظاهر امامك على الشاشة. نلتقي على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.